السلام عليكم. المهم الخوت كما كتشوفوا شركه الانستغرام ولا كيصيفط لنا واحد الانفيتي او انفيتاسيون اننا نحملوا التطبيق ديال ترانس. هذا التطبيق اللي كيتربط مع حساب ديالك في الانستغرام. كما كتعرفوا الخوت ان المنافسه ما بين مارك وإيلون ماسك منافسه قويه في منصات التواصل الاجتماعي الاصدقاء. ان إيلون ماسك بغى ينافس مارك في منصة التواصل الاجتماعي أنه غادي يدير فيديوهات لصناع المحتوى وتخلصوا منهم الفلوس بحال الفيسبوك الأخوان واليوتيوب. نادى خوت مارك أنه دار هاد التطبيق ديال تريتس باش ينافس به تويتر ويتنافس معه منافسة شديدة. كما كتشوفوا الخوت هاد التغريدة ديال إيلون ماسك أنه يجب أن أعترف بحب عميق للموضوع والهندسة المعمارية. وأيضا مارك من يفتح التطبيق قال أنه تم تحميل 70 مليون مستخدم لهذا التطبيق ديال تريدز. وتويتر دابا حاليا إخوان تويتر كما كتعرفوا أنها باغا تجيب ناس بزاف. كما كتشوفوا هذا هو تويتر اللي كما كتشوفوا إخوان هذا هو التطبيق ديال تويتر. ان التطبيق معتمد عن التغريدات الاخوان في تويتر. ايضا هاد تريتس التطبيق ديال تريتس شكله كشكل تويتر اي مثله كمثل تويتر اصدقائي في التغريدات انه الصور والتغريدات اي انه شبيه تويتر 100% اصدقائي. أي أن شركة ميتا أعلنت التحدي عن شركة تويتر الإخوان وباقي غنشوفوا تفاصيل.